طبعا حلقة الليلة حلقة مميزة عن شيخ يعني غادرنا جسدا لكن بقي بيننا فكرا وأثرا، له بصمة واضحة في المجتمع العماني وغير العماني. نبدأ عند الشيخ الوليد في تعريف هذه الشخصية وتقديمه للمشاهد الكريم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مما لا شك أن كل عصر لا يخلو من رجال عظماء يحملون هذا الدين وينصرونه ويحافظون عليه ليبلغوه للأجيال القادمة. ومن هؤلاء الرجال العظماء الشيخ القاضي سالم بن خلفان بن محمد بن سيف بن حمود بن عيسى بن سهيل بن محمد الراشدي رحمه الله. ولد الشيخ رحمه الله في الخامس من ذي الحجة 1377 هجري في بلدة سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. الشيخ رحمه الله ترعرع في بيئة صالحة مستقيمة، حيث كان والده رحمه الله يحثهم على طلب العلم ودراسة وحفظ القرآن الكريم، حتى أنه كان شديدا معهم في تربيتهم، حتى أن الشيخ سالم بن خلفان الراشدي رحمه الله اشتكى إلى الشيخ العلامة حمود بن حميد الصوافي حفظه الله شدة أبيه. اشتكى للشيخ حمود شدة؟ نعم، شدة والده في التربية. نعم. نعم، فقال له الشيخ العلامة حمود بن حميد الصوافي حفظه الله، قال له: لولا شدة أبيك لما خرجتم بهذه الصورة من الصلاح والالتزام. نعم، إذن هذه كانت تنشئة الشيخ سالم. نعم، في بيئة يعني مشجعة معززة للعلم والتعلم. نعم، حتى أن أمه نعم غاية بنت حمود بن سيف الراشدية كذلك اعتنت بهم أيما عناية. نعم، وربتهم أيما تربية حتى صاروا لما هم عليه من الاستقامة. نعم، طيب كيف كانت بداية الشيخ بدايته العلمية وطلبة العلم والتعلم؟ نعم، تعلم الشيخ منذ الصغر على يد معلم القرآن في مسجد التل، معلم القرآن سالم بن سليم المحروقي. نعم، حتى أتقن القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تعلم علوم الشريعة عند الشيخ العلامة حمود بن حميد الصوافي حفظه الله تعالى. نعم، فبدأ بكتاب تلقين الصبيان، ثم بعد ذلك انتقل درس مع الشيخ كذلك العقيدة. نعم، ثم النحو والخط، وكذلك درس على يد الشيخ يحيى بن سالم المحروقي والشيخ الزاهد يحيى والشيخ الزاهد ناصر بن راشد المحروقي رحمه الله تعالى. نعم، ثم بعد ذلك الشيخ انتقل ودرس بالمعهد الإسلامي بجامع سنو. نعم، ثم ارتأت الحكومة أن تختار من هؤلاء الطلبة من يدرس بمعهد القضاء والوعظ والإرشاد المسمى حاليا بكلية العلوم الشرعية. نعم، وكان من ضمن هؤلاء الطلبة الشيخ سالم بن خلفان الراشدي رحمه الله تعالى، فدرس الشيخ هنالك بمعهد الوعظ والقضاء والإرشاد، وتتلمذ على يد عديد من العلماء، ومن ضمنهم الشيخ هاشم بن عيسى الطائي والشيخ محمد بن راشد الخصيبي. نعم، وتخرج الشيخ سنة 1402 هجري من معهد القضاء الشرعي. نعم،